السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم خاوتي. اليوم جيتكم بفيديو جديد، انبوكسينج جديدة على جالكم وعلى جال الفيديوهات تاع اليوتيوب، ونشكركم على كل حال بالدعم اللي فتونا ليه الايامات اللي فاتوا. بون، تأخرت عليكم شوية بالفيديوهات المرة هذه باسكو عندنا ارتباطات بالعمل. راح نبدا لكم اليوم بانبوكسينج جديدة لجهاز هو جامبل. جاني نورمالمون البارح ولا البارح، حقني من موقع جير باست. بون، تأخر شوية ولكن الحمد لله كي الحق. هذا هو البرو الاخر. بون، هذا الجهاز هو كيما نقولوا ستابيليزاتور الخاص بالهاتف المحمول. بون، راح نشوفوا الحالة تاعو، نفتحوه قدامكم. مازال ما فتحتوش ابدا، راه كيما جاني دركا راح نبداو نفتحوه. بون، ماني جايب سكين، هاك تعرفوني انا ما نستعمل لا سكين لا حتى حاجة. نبدا هنايا على بركة الله نفتح البلايص. تغليف شوية قاسي، هذه هي. راح نفزدوها، معليش دوكا نشوفو السكين ونجيكم، نجيب الأداة الحادة اللي باش نحلو بيها ونجيكم. هنا رجعنا، جبنا الأداة الحادة السكين هذه تاع الفاكهة. شوية ماضي نخافو نشرحها، وحنا نبداو طريقة الحل. طريقة نفطي تاع كيما نقولو. هذه هي، نفتحوا العلبة. هذا هو شو كان فيه. بون، ما كاش حاجة أخرى، جيبوها لنا معاها. بون، حطوا لنا الفاتورة هنايا، هذه هي الفاتورة، الله أعلم، إن شاء الله تكون تبان. أنا عارف فسكو فاتورة ولا عفسة كان نوت ولا ليست. بون، خلونا هذا الحوايج بجهة. بون، نروحوا للجامبل، هذا هو المفيد. بون، هذا جامبل. بون، لقيت بزاف ناس دايرين عليهم ريفيو، ولكن في المواقع العربية ولا المنتديات العربية او اليوتيوبر العرب ما حطوا الناس ريفيو عليه، ما نعرف عليه دايرين غير الاخر. هذا كيما نقولوا جامبل خاص بالهاتف، نديروه كاستابيليزاتور، ينحي لنا مشكل تاع الاهتزاز في التصوير ويعطيك فيديوهات احترافية. وهذا ارخص جامبل تقدر تحصل عليه من جميع اللي جامبل اللي كاينين. كاين انواع بزاف، كاين اوزمو موبايل، كاين كذا، بصح السعر تاعهم شويه غالي بزاف. بون، هذه الجامبل تحصلت عليها من موقع جير بيست، وكانت فيها نورمالمون بروموسيون، يعني روميز ولا تخفيض لمده مش عارف سمانه ولا سمانتين. طاح لي السعر تاعو بحوالي 54 اورو، 54 اورو بمثابه 1,050,000. بون، لي جامبل الاخرين مستحيل تلقى جامبل اقل من 70 اورو ولا 70 دولار، مستحيل تلقى اقل من هذا البري. ولكن هذا لقيته بهذا البري، لقيته في موقع جير بيست، يعني عجبني بزاف بزاف. نبدا على بركه الله نفتحوه ونشوفه كيفاه، واش فيه واش ما فيهش. هل يستاهل الجامبل السعر اللي نحطوه فيه ولا ما يستاهلش؟ هذه سبون جاتني شويه مقطعه من تاع الجمارك ولا من الشحن، ان شاء الله تكون الجامبل لاباس بها. هذه هي، فتحوها على بارك الله. بون، هذا هو الجامبل. سي با فري، حاجة ليكس 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 تاع ليكس، صح. محطوط في بلاصة لاخر. بون، هذا الكوتي بتعليمات اللي يحب يستعملو اللي يحب ما يستعملوش. هذا هو، هذا الكوتي بتعليمات. كالعادة احنا ما نستعملوش هاد الحوايج، ونحطهم بجهة. بون، هذا لينا واش نلقاو، بطارية على كل حال. بطارية فيها البليس وفيها الموان، ان شاء الله تكون واضحة لكم في الفيديو. هذه هي ماما، هذه البطارية تاعها. بون، نجيو للجامبل. الجامبل هذا هو ماما، هاهو نزوه. هذا الجامبل تاعنا اوزمو موبايل، شوفوا كيفاه نستعملوا هذا الجامبل. هذا هو فيه ترايبود هنا يركب تاع عدسة اخرى، وهنا فيه الثقب هنا. القطعة دي تاع الجامبل جات كيما كذا، هذه هي. مازال ما ناش دايرين لها الاخر، نشوفو سي نحلو السمو هذيك.
هذه احنا نحط البطارية بون نبليس الموا بين طبيعة ان الرسور ديما يكون فيه الموا والاخر يكون فيه البليس. هذه هي القاعدة تاع التركيب، هنا الرسور نديرو الموا وهنا البليس. بون ها البليس الفوق ونحطوه هكذا. بون على حسب واش شفنا في التعليمات قالك ما تستعملش الجهاز بدون هاتف، يعني ما تشعلوش قبل ما تحط فيه الهاتف. هذه هي، حطوا هذه الجهة بجهة، نجيب الجهاز الهاتف اللي راح نديرو فيه الجامبل. انا عندي جهاز من لينوفو. هذا هو. هذه هي مامو، نحاول نوازوه. كاين الثقل اللي يعاوننا في هذه الحاجة اللي هي ها هي الثقل هذا، هي دعم باش يهز التليفون الى عاد كبير التليفون تاعك. ركبوه باش نحطو التوازن اللازم. ايوا كيفاه عكس الدركة، لازمنا نجبد شوية هكا. نزيد شعرة قاتلة شعرة خفيفة وتولي متوازنة. هذا كارانا متوازنين. وطريقة سهلة جدا في التوازن على كل حال. بالنسبة جهاز مثل هذا اللي هو الجامبل، هذا هو. بون سي نشعلوه. بون نحاولو ندوروه منا. هذا الجهاز الجامبل اللي رانا نستعملو فيه. بون اول حاجة بون روماركي بلي ما يوقفش، ما فهمتش انا عليه. الله يتحرك نمامو. على كل حال لازم يعود يوقف كيما هكا، مانيش عارف علاه ما وقفش. بون بالنسبة لسموه الجيل انك كيف تستخدمو. بون نطلع لكم شوية باش تبان لكم الخطو هكذا. بون لازمنا نهبطو كيما نقولو ابليكاسيون هي تاع كابتور موف، اسمها كابتور موف نورمالمون. كابتور موف نلقاوها في لو سمو في كتيب المعلومات، نسكانيو الكود ونلقاو هاد الابليكاسيون تاع كابتور موف. اه ها هي كا، وهنا عندي كابتور موف 2 كابتور موف. بون هاي كنا درك مانيش عارف علاه، سامحوني هاكا برك. ايوا نتستيو. هذا هو الكامبل، ندير لك اوتوريزي. كونيكتي راهي كونيكتي مع الجامبل تاعنا. بون عاود اطفى، عاود يشعل نمامو، نعاود نشعلوه. هذه باش ترجع تحركو منها. هذا هو الجامبل هنا. بالنسبة لأنه يتبع اليد تاعك ولا يتبع أي عفسة نديرو له هكذا. مثلا نديرو يتبع هذه، يتبع صبعي. كانو ديس ما نعرف عليه. هذا هو الجهاز على كل حال. بون دوكا جبت لكم كشغل انبوكسينغ، من بعد في وقت اخر ان شاء الله راح ندير لكم ريفيو كامل عليه، باسكو مازال مانيش فاهم له مليح. راح نفهم له مليح ونعطيكم التفاصيل تاعو كومبلي
باش تعجبكم ولا ما تعجبكمش. وعلى كل حال بالنسبة للسعر تاعو، انا نقول لكم باللي ارخص جامبل تقدر تقتنيه في لي جامبل الكل، من ناحية السعر ومن ناحية انك تقبض فوتو ما نعرف كيفاش. وهذه هي هذا الاخر، وهاو كيفاش يخدم هذا، نمامو ما يتحركش. اها ارمل هي، ما فهمتش انا عليه. لازم نخليها ننظر هكا ونعجو. المهم انا مازال ما فهمتلوش مليح، وكي نفهملو ان شاء الله راح ندير لكم عليه ريفيو كامل. هنا السموف نورمالمون تاعها، السموف هاهو، هذا السموف كيف تطلع وتعاود تولي. هنا راه يصور بطريقة أخرى. بون إلى هنا ننتهي إلى ختام الفيديو. معليش سامحوني المرة هذه باسكو مازال مانيش عارف كيفاه يخدم اكزاكت، ولكن بإذن الله المرة الجاية راح ندير لكم فيديو كامل بالتفصيل كيفاه راح يكون يخدم، كيفاه نستعمله، كيفاه نمشيو به، وكيفاه نديرو به كلش. بون هذا الفيديو ما هو إشهار لحتى حاجة، جست اني كيما نقولوا نشارككم اني دايروا لا إشهار للشركة هذه، لا إشهار للموقع جيرباس، لا إشهار حتى حاجة. المهم كشغل حاب نوريكم ونشارككم التجربة تاعي اللي جاتني مع هذا الجهاز جامبل، راح يكون بإذن الله نشارككم وش جاني معاه. إلى هنا ننتهي لختام الفيديو. قبل أن تكمل الفيديو فنرجوك أن تضغط على اللايك وسبسكرايب إذا كنت جديدا في القناة، وبإذن الله راح نكون نحط لكم فيديوهات مشابهة لهذه الريفيوهات إن شاء الله في المستقبل القادم. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.